دكتور ياسر محمد عبد الرؤوف، استاذ مساعد السكر والغدد الصماء في كليه طب طنطا. يمكن جزء كبير جدا من مهمتنا كاطباء ومهمتنا كناس شغالين في مجال علاج مرض السكر ان احنا مش مجرد بس نضبط سكر المريض او نساعد على تقليل نسبة المضاعفات بتاعة مرض السكر، لكن ان احنا نحسن نوعية الحياة للمريض. يمكن التكنولوجيا الجديدة الخاصة بمرض السكر لها دور كبير جدا في تحسين نوعية الحياة للمريض. قبل كده زي ما كلنا عارفين كان في مشكلة كبيرة وخوف كبير جدا لدى مرضى السكر من موضوع حقن الانسولين، وان هو يعبي السرنجة بتاعت الانسولين ويظبط الجرعة جوه السرنجة ويرج الانسولين بطريقة معينة، وازاي ان هو يحفظ الانسولين جوه التلاجة. يمكن التكنولوجيز الجديدة كلها ساعدت وساهمت على تقليل المشاكل او تقليل التعقيدات الكبيرة اللي كانت موجودة بالنسبة لحقن الانسولين بالنسبة لمريض السكر. في طبعا كلنا عارفين الالم بتاع الانسولين، والالم ده موجود بقاله فترة كبيرة مش قليلة. طبعا ده سهل كتير جدا على مريض السكر نظام ضبط الجرعة ونظام حفظ الانسولين، لان معظم الالام، مش معظم، كل الالام بتاعة السكر متى ما استخدمت بتحفظ خارج التلاجة ومش ضروري ان هي ترجع جوه التلاجة حتى في الجو بتاعنا في مصر هنا. لكن التكنولوجيا الجديدة ساعدت على موضوع تاني خالص تماما بالنسبة لإلام الإنسولين. يمكن قبل كده كان مطلوب من المريض بالنسبة لألم الإنسولين إن هو يشوف ضبطة الألم ومكان الجرعة وعدد أو رقم الجرعة إيه. في بعض مرضى السكر عندهم مشاكل في موضوع الإبصار وموضوع النظر، وبالتالي أصبح جزء كبير جدا من الألم دلوقتي بيعتمد على التكات، بحيث ان هو كل تكة المريض وهو بيلف الألم او بيلف قاعدة الألم عشان يظبط جرعة الانسولين، كل تكة بقت برقم والمريض يقدر يظبط الجرعة بتاعته بالسمع بعيد عن النظر. جزء كبير جدا من الألام دلوقتي بدأوا يفكروا في فكرة قوة الضغط اللي بيحتاجها المريض عشان يقدر ياخد الجرعة بتاعته. في بعض مرضى السكر عندهم التهابات في المفاصل بسبب السكر، التهابات في الأعصاب بسبب السكر، وبالتالي عندهم مشكلة في قوة الضغط. فبعض الألام دلوقتي بدأت تراعي وتعمل عليها أبحاث كتير إن هي تقلل قوة الضغط المطلوبة علشان مريض السكر ياخد الجرعة بتاعته. في أقلام كتيرة دلوقتي بالنسبة لمريض السكر بقى اسمها فليكس تاتش. فليكس تاتش ده المريض مجرد ان هو يضغط ضغطة واحدة ومش محتاج ان هو يستخدم فورس كبيرة، ومجرد ان هو يسمع الضغطة التانية بيتأكد ان هو خد الجرعة بتاعته. وفي أقلام تانية المشكلة او بتاعة الضغط والمشكلة ان هو ياخد جرعة يومية. طبعا مع تطوير نوع الدواء اللي جوه الألم أصبح المريض بياخد جرعة واحدة أسبوعية بألم ما بيشوفش السن بتاعه. مجرد المريض بيحط الألم على الجلد السن بيطلع من داخل الألم من غير ما المريض يشوفه، ما يبقاش عنده نوع من الرهبة أو الخوف من السن بتاع الألم. دلوقتي بقى في طرق أحدث لحقن الإنسولين، بقى في مضخات. المضخات ديت برضو موجودة بقالها فترة وتطورت. كان قبل كده المضخة في السبعينات، يمكن اللي شاف منظر المضخة ديت على النت، كانت قد الدولاب كده بالظبط والمريض بيلبسها بحزمة على الظهر بتاعه. بقت المضخات صغيرة في حجم جهاز البيجر اللي شاف البيجر، أو في حجم جهاز موبايل صغير. وأصبح المضخة لها القدرة إن هي تقلل، تدي تنبيه للمريض لما السكر بتاعه يقرب إن هو يهبط، مش مجرد إن هو يهبط. لو حصل هبوط فعلي في السكر المضخة بتوقف ضخ الإنسولين وتبدأ تعدل الجرعة بتاعة الإنسولين بنفسها. بل أصبح في مضخات تانية أصبحت تعمل كالبنكرياس بالظبط، مش في مجرد إن هي بتهدي أو تدي ألارم أو تهدي الحقن بتاع الإنسولين أو توقف ضخ الإنسولين وتظبط الجرعة. لا، مضخة بتدي هرمون الجلوكاجون في حالة هبوط السكر، بحيث ان دي تبقى نوع من العلاج، مش الوقاية بس، لا، نوع من العلاج لحالات هبوط السكر. اذا في تطور كبير جدا في التكنولوجي بتاع حقن الانسولين اللي جاي في المستقبل اكتر واحسن. بقى يتكلموا دلوقتي عن انسولين باتش. الانسولين باتش دي عبارة عن زي لزقة بتلزق على الجلد، بتستخدم النانو تكنولوجي، واللزقة دي محملة
مش بانسولين بس، لا ده محمله بخلايا جذعيه تم تطويحها ان هي تنتج الانسولين عند اللازمه بحيث او الضروره، بحيث ان هي بتتحسس ارتفاع الانسولين في الدم بتقنيه النانو تكنولوجي، وبعدين تبدا الخلايا تنتج الانسولين عند الضروره، ودي تحت التجريب في بعض الجامعات الامريكيه. في دلوقتي طرق عن طريق الانهيلرز اللي هي زي البخاخات، المريض بياخد الانسولين عن طريق بخاخه عن طريق الجهاز التنفسي، وفي تحت التطوير برضو طرق جديده ان الانسولين يتاخد عن طريق الفم في صوره زي تشيبس صغيره بالنانو تكنولوجي. لما المريض بياخد الكبسوله اللي فيها تشيبس ديت بتلزق على جدار الامعاء داخليا وتبدا تطلق الانسولين عن طريق جدار الامعاء. ده كله هدفه ان احنا نحسن نوعيه حياه المريض، نقلل خوف المريض ورهبته من ان هو ياخد الانسولين، طبعا مع عدم الاخلال بضبط السكر بتاع الدم بهدف التقليل من المضاعفات بتاعه السكر.